جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية تعد بمثابة أرفع تقدير لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية أفراداً ومؤسسات، وتندرج في سياق المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للنهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة وتسهيل تعلمها وتعليمها، إضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع العاملين على نهضتها. لقد كان إطلاق ميثاق للغة العربية من المبادرات التي تحمل في طياتها بعداً مميزاً يتضمن ارتباطاً بالهوية العربية، وتلا ذلك إطلاق تقرير العربية لغة حياة، والذي يركز على الجوانب العملية لإعادة صياغة مفهوم تعلم اللغة العربية بأسلوب مبسط وواقعي. وقد كان هدف التقرير تقديم خارطة الطريق للعاملين في مجال تعليم اللغة العربية للنهوض بمناهجها وطرائق تدريسها وتقييمها، إضافة إلى تشجيع ثقافة التعلم والقراءة باللغة العربية.